ليش يا حبيبي؟ ها؟ الزول فلاون، مرحبا يسون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي اخواتي في قناتي وقناتكم، قناة الياس الجزائري. في بداية الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ودعمونا بزر لايك. المهم اليوم روتين رمضاني خفيف ظريف. المهم اليوم حبينا نحضروا بعض الاطباق هيك تقليدية جزائرية أمازيغية، يعني إحنا القبائل معروفين بزاف بهم، لذلك قررت أني نصور لكم هذا الفيديو. لذلك كما راكم تشوفوه بديناه من المزرعة الصغيرة، نحينا شوية سلطة وشوية بصل وشوية ثوم، والسلام عليكم. المهم كما راكم تشوفوا هنا، يعني كنت نسقي في هذيك الصلاده، لانه هنا كل شيء راه صغير، البصل صغير، الثوم صغير، المعدنوس صغير، رانا نسقيوهم، نزرعوهم هنا، يعني نحطوهم بذور، نزرعوهم في هذا الجزء البسيط، وبعد كي يبداو يكبرون ننقلوهم الى المزرعه الكبيره باش يزيدوا يكبروا تماك. لذلك في هذه الايامات كانت الشمس ما كانش المطر، لذلك رانا نسقيوهم، ولكن اليوم كاين شويه برد وشويه برويار، لذلك ربما راح تهود الشتاء. ديجا دوك كي راني ندير المونتاج كانت ديجا هودت، كي كان قريب ياذن هودت الشتاء، لذلك اكيد الان الارض غادي تكون مرويه وما شاء الله. لذلك هنا قعدت نسقي فيها مليح، قلت هكذا نضيع شويه الوقت ومن بعد نديكم معايا ديريكتومون للدار باش تشوفوا واش رانا مواجدين. على حسب الشوفه اللي راكم تشوفوها هنا، رانا نديرو في الكسكس الامازيغي الجزائري. وش بك معزتي؟ وش بك معزتي؟ راكم تشوفوا هذه المعزه كاع راحوا للغابه، خلاو غير هذه مسكينه قعدت وحدها من الصباح وهي تعيط. ومن بعد ما جنيتها كاع حنا كاع في فريق قاعد يدوهم للتحواس ولا للكورتاج ولا الكشف بلاصه رايحين لها، ويخليو هذاك الصغير ولا واحد من الدار، المهم يكون مغبون ومحقور، يخلوه في الدار ويقعد يبكي. هذيك هي هذه المعزه. المهم كي دايرين واش حوالكم؟ شوفوا الحل اليوم ماهوش مغيم، ما كانش البرويار بزاف، ولكن باين اليوم الحال بارد. انا حبيت هذه الاجواء، يعني ما هي مش مشمسه ما هي ممطره، ما صراحه في الايام الماضيه انا اللي طلبت الشمس، انا اللي قلت اللهم الشمس ولا المطر، حيت المطر حبسنا على بزاف مشاريع تاع الطبخ في البريه. هاي كي بعث لي هذيك الشمس كان ريقي ينشف، كنت ناطش بزاف ونعيا والحصول المهم هذه هي، نخليكم على الفيديو ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الروتين تاع اليوم. وكما العاده ما تنساوش الاشتراك في القناه، لايك تعليقاتكم الجميله، وتبارطاجيو هذا المحتوى تحديدا تاع البريه لانه هو المظلوم في قناتي. اما باقي الفيديوهات ما شاء الله عليها راهي غير طالعه الحمد لله، اما المحتوى تاع البريه راه مظلوم شويه، لذلك ادعموه. المهم كما راكم تشوفوا جيت ندي هادو الدجاجات، راهم دايرين حاله، يعني الجول هاد الجهه راكم تعرفوا خلاص دوك راه الليل، شحال الساعة؟ من خمسة ولا ما على بالي شحال. شش المهم انا دوك نكمل كاع نحوس عليهم بالوحدة باش نرجعهم لحدا دارنا، باش من بعد نروحو نغلقو عليهم نكمل معاكم لا فيديو. هاوليكم هنا بعد ما جبتهم، يعني ما هم راهمش كاع هنا، ما على باليش الاخرين وين راحوا. المهم كما راكم تشوفوا راهي بدات تصب، ما على باليش اذكر راكم تسمعوا ولا لا. لا المهم بدات تصب بخفيف بخفيف برك، وهنا يعني نعطوهم هكذا باش ياكلوا باش يتجمعوا. ما على باليش اذكر راكم تسمعوا الصوت تاع المطر،
شوفوا. المهم كما راكم تشوفوا هنا، يعني اختي كانت ترسل في الصلاطة، وانا اليوم قررت اني ندير البوراك، يعني بوراك رائع. وهذه الخطرة ديول جبت ديول تاع مريم، دوك تشوفوا يجوزكم. وهذا الديول اللي غيرته هذه الخطرة، كنت نستعمل ديول تاع العائلة، هذيك كنت صورتها لكم من برا زرقاء، ولكن هذه الخطرة جبنا نوع واحد اخر واللي هي خفقة مريم، من برا هي لكم تشوفوا تجي موف، يعني رائعة جدا، خير من هذيك تاع ديول الدار ولا ديول العائلة، والله ما شفت. المهم اللي جاية من برا موف خير من اللي جاية من برا بلو، هذيك هي. بديت نخدمهم، هاد الخطرة خدمتهم كاع كومبلي، يعني على شكل بريك تونسي ولا البريك العنابي، ولكن انا شادرت ما درتش زعما البيضة داخل، درت غير البطاطا، البصل مشحر والطون والفخوماج، هذا برك واش درت. ومن بعد هاديك خلاص راني درتهم هنا على شكل مربعات ووجدتهم. هذوك الستة اللي من تحت جايين نورمال، وهذوك الزوج اللي راكم تشوفوا فيهم من الفوق فيهم الحار. ومن بعد هاديك هنا راني نوجدو في لاصالاد الجيريان، يعني هاد اليامات رانا نديرو صالاد الجيريان كل يوم ما تخطيناش. لذلك راكم تشوفوا هنا في القدرة راه يطيب البيطراف ولا الشمندر، من الفوق راني نخلي البطاطا وزرودية يفورو، وفي نفس الوقت رانا نديرو في الكسرة. ومن بعد ما خلاص وجدت لي زانغريديو ولا المقادير اللي راح ندير بهم هذيك سلطه الجيريان، من سلطه والبصل والطماطم وكل شيء حطيتهم دكوتي، وجيت الان باش نقلي هذاك البوراك، وبديت نقلي فيه. والحمد لله اليوم ما كانش الروطار، مالغري اليوم ما بديناش بكري ودرنا بزاف اطباق، ومع ذلك خلصنا في الوقت. دي فوا كاين نهارات ما نبداش بكري وندير طبق غير طبق واحد ويجيني روطار. ما على باليش على غير كاش واحد فيكم ولا وحده فيكم اذن عليها وهما مازال يخدموا في الكوزينه، كتبوا لي في لي كومونتير طلعوا لي شويه المورال باش ما نكونش غير انا اللي اذن عليا 100 نخطره وانا مازالني في الكوزينه، ولا الشربه مازال ما طابتش، ولا اي حاجه مازال ما طابتش. المهم هنا كاينين اللي نخليهم يطيبوا مليح مليح، يتحمروا مليح، كاينين لا، يعني كل واحد كيفاش يبغي البوراك تاعو، لذلك درتو حسب اذواقهم اكيد. والان كما راكم تشوفوا هذه هي الطاوله الرئيسيه، درنا الكسرة أغرم قرآن، فورنا الفول. هذا الفول لنا كي نشوف الفول نتفكر بزاف خوتنا في مصر، طعمية بالفول، هما تقريبا بزاف أطباق كاع فيهم الفول. وهذاك الكسكس الجزائري الأصيل، وهذا البوريك تاعي كما راكم تشوفوا، كاينين اللي خليتها طابت مليح، كاين اللي ما خليتهاش طيب مليح. بيان سور هذاك البوراك كي قليته وخلاص لفيتو في الموشوار بابي باش يمتص هذاك الزيت، وايضا بلا ما ننسى وكيد الرايب والفلفل الحار واي حاجه، يعني شويه من شويه من شويه من. وهنا راني رجعت لسلطة الجيريا تاعي هذيك، وفيها واسمو هذا البيطراف والسلاده وكاع باش نخلطهم مع بعض، يعني نخلطها ونديروا لها فينيغريت ونروحوا هنايا في هذا الوقت. في هذا الوقت اللي كنت ندير فيه هذه السلطة الجيريا كان خلاص كان يجود القران وكان قريب يأذن. المهم اليوم حسيت برمضان تاع بكري، لانه بكري كنا بزاف ناكلوا سلطة الجيريان اللي راح تكون تقريبا يعني بعد رمضان راح تكون هي الغداء تاع ليزالجيريا والعشاء تاع ليزالجيريا. تقريبا احنا هذه ناكلوها في الغداء والعشاء في الغداء والعشاء طيله شهر، ماشي طيله شهر، طيله موسم الاصطياف. هذه هي، هذا هو الطبق الرئيسي. المهم بصح بنتها هايله اكيد وما تتشبعش. نقول لكم صحه فطوركم، وشكرا لكم على المشاهده، على الدعم، على التعليقات، على اللايك، وشكرا بزاف 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 لكل المتابعين اللي جاوني من عند الاخت ميرزاده
نحبكم بزاف وانتوما كنز، كنز عظيم تمتلكوا الاخت ميرزادة، لذلك ربي يوفقها ويوفقكم ويوفقنا اجمعين ويوفق كل واحد راه يتعب سواء في اليوتيوب ولا في بروجي واحد اخر في عمل واحد اخر، اي واحد راه يجتهد في حاجه ربي يوفقه وربي يخليه ويسجيه وينجح اعماله. ونقول لكم شكرا لكم بزاف وصحه فطوركم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.